الكفاح والسم. قرار أوروبي يدحض مساعي أوروبية إلى غير رجعة، تمادت نهبا وسرقة عن سبق إصرار والترصد في واضحة النهار. علها تطيل عمر احتلال مغربي يقصر كلما اقترب هؤلاء من إحقاق الشرعية. صيحات بل صرخات تدوي من مخيمات أرادوها للاجئين، فحولها الصحراويون بصمودهم إلى قلاع للحرية. إحنا كصحراويين مرتاحين أولاً وفرحانين، واللي فرحنا اللي فاض القرار عنهم مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، واللي فرحنا إعلانها هي سياستنا وإعلانها هي دولتنا وإعلانها هي قيادتنا. هذا القرار أول شيء المسيرية مسيرات عفوية نظمتها الجماهير الصحراوية انتصاراً للقضية الصحراوية وتقديراً لموقف المحكمة الأوروبية، المحكمة العدل الأوروبية، واللي عبر وحدد المسار القانوني والشرعي للقضية الصحراوية وهي قضية تسويت استعمار. المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، يعني هي قضايا في الاتحاد الأوروبي، أكدت بطلان اتفاقية التجارة والصيد البحري بشكل واضح، وأثبتت أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، جبهة البوليساريو، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ومن حقها أن تقاضي أي شركة وأي حكومة تتورط في نهب الثروات الصحراوية. مرة أخرى المحكمة والقضاء ينتصر للشعب الصحراوي ويوجه صفعة للحكومة الإسبانية والحكومة الفرنسية ولإدارة ترامب التي حاولت الالتفاف مع الاحتلال المغربي على حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. قرار يتوج معركة قانونية طالت، وطالت معها تطلعات الشعب الصحراوي في أن يدركوا فجر استقلال الاستعمار فيه، ولم تثنهم نائبات الزمن ولا تقلبات الأحوال وأهوالها أو مناورات المتكالبين.